شباب لا تنسون الشحن من متجر فاكس، اوكي؟ اختر لغتك واختر عملتك واشحن لعبتك بافضل العروض وارخص الاسعار، اوكي؟ الرابط راح تلاقونها في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. اوكي انشر عن كود خلاص يا اخي. شوف بالسيزن السابق يا شباب حصلت بيكجات، كانت تسجيل دخول يومي تخص شخصية سبيكتر وبعض الاغراض، يعني باكيج زي ما تلاحظون كان في الموسم السابق، لكن فتحته وما شاركت معكم اي شيء على اساس اني راح اخذ التجربة في هذا السيزن. كان لدي 5 بيكجات تسجيل دخول يومي. اول 5 بيكجات، شوف الله أكبر يا أخي، شوف لما تسحب على اللعبة فأكيد أنها تحبك وتودك وتعطيك اللي بدك. أوكي حصلت شخصية سبيكتر يا أخي بأول سحبة بأول باكيج عادي يا أخي، وأنا خلاص يعني ما في شيء، وانصدمت شوي يعني من اللعبة بصراحة، يعني بالأساس هي ما تعطيك شيء، يعني كون الباكيجات لو أشحن عليها بفلوس والله ما أحصل الشخصية أساس أني أفتح 90 ولا 100 باكيج ولا 120، لكن من محاسن الصدفة أني حصلت حتى سلاح، يعني الشخصية والسلاح من 5 بيكجات بشكل مجاني، فكيفو يعني. المهم ما راح أطول عليكم شباب، راح أترككم مع التجربة اللي أكيد أنها كانت في هذا السيزن، ولعبت جيم يعني يوم أمس فحبيت أشاركه معكم، يعني نشوف كيف المستوى رجع شوي ولا ما رجع. وبالله عليكم يا شباب تخبروني إذا يعني أنتم شاهدتم للشي اللي شاهدته أنا بهذا السيزن أو لا، يعني دخلت ألعب يعني في كل جيم أصادف ناس ماخدين RPD زابن بمكان وخلاص، يعني إذا هذا المستوى اللي تلعب به فكارثة والله، يعني مش فاهم. المهم ما لعبت سيرش اند ديستروي، لعبت مود جديد يعني بالأساس ماني موالف ألعب كتير عليه، بس ما يخالف شباب. المهم أتمنى لايكاتكم ومشاركة للمقطع، وعطونا رأيكم وتقييمكم بعد العودة، كيف يعني تلاحظون الحد وأيضا كيف تلاحظون الإيم. أوكي يلا استمتعوا مع باقي الفيديو، وأكيد أني راح أشارك معكم مقطع على أعلى جودة تخص لعبة كود موبايل، عسى الله أنه يعني تكون حتى جودة وورزون موبايل بهذه التفاصيل إن شاء الله يا رب، هذا اللي أتمنى بصراحة. يلا استمتعوا مع باقي الفيديو، لا تبخلوا عليه بلايكاتكم، انتظروني في الحلقات القادمة بحول الله، مش أكيد مش دوما كود وأكيد مش دوما أبيكس، وإن شاء الله نحاول نجدد كل مرة. يلا استمتعوا على أعلى جودة شباب وسلام. Smoke out. Okay. يلا راح نلعب أعلى جودة يا شباب. و والله أسف يا أخي، الشخصية حصلتها بسيزن وراح أشاركها معكم بهذا السيزن. هني كارثة بس ما يخالف. المهم راح نحاول نجرب أعلى جودة إن شاء الله، بس يعني اللعبة ما تعلق عندي وإن شاء الله يا رب. أتمنى إنه بس وارزون تكون بهذه التفاصيل وتكون بهذه الدقة بإذن الله بعد الطرح الرسمي إن شاء الله يا رب. يلا يا معرفين اريد احصل جيم، يعني من زمان والله من زمان ما شارك جيم كود مع بالقناة. هلو ما تحيبي انك راح تسحب. اوكي خاف تلخبط اخوي هذا. اوكي ما يخالف يعني حتى لو يذبحني عادي. هارد بوينت كونتستد. ماني عارف حتى الاسلحه دي. اوكي كيلو. ماني عارف حتى الاسلحه اللي تلعبون بهم هذا السيزون يا شباب، بس ما يخالف. لفه ولا اربع يا اخي. لا 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 طيب لا توخذوني شباب، لا توخذوني، ما عندي فكره حتى عن الاسلحه، مين الاقوى مين الاضعف بهذا السيزون. والله اتمنى لو تفيدوني بالتعليق. ايوه هنا انا ماخذ اي سيارة وخلاص.
واحد ينزل بصراحة السيلة اطلع ترى سلاح الاي سي ار من اجمل سكنات شفتك سمير صابون لا بليز ما تشوفني ما في ولا واحد يحرس يا اخي تعال هو فين اخي الكيلو يا اخي والله يلعبون به كثير خليني هذا مكانه بيض بس مش عارف يعني اللي فوق بالعجلات شوف يا اخي استراتيجيه اهلالي شوف يعني لو تلعب زيهم خلاص والله رهيب سكين سكين اي سي ار وربي فخم يا شباب الجوكر صابون شباب يعني التايب يلا والله ضعيف هذا التيم ضعيف مقتل ايوه يطلع من هون وخلص الجيم يلا كفو اوكي سبيكتر والله اسف يا شباب يعني اليوم اساسا شاركت معكم هذا الشخصي من اللي حصلته حتى شاركت معكم اليوم عادي لا تباخذوني شباب بس اتمنى لايكاتكم واعطونا تقييمكم للمقطع وللحظ ايضا يا شباب واتمنى انكم تفيدونا اوكي مش عارف والله مش عارف اذا انشر عن اللعبه او ما انشر بصراحه مش عارف اوكي المهم بالنسبه لي اكيد انا عارف انه ممكن في ناس راح يسالوني عن تركيبه الاي سي ار فراح اتركها لكم الحين يعني بعد ما نطلع راح اوريكم تركيبه الاي سي ار مباشره اوكي بالنسبه للناس اللي ثري تاخذ التركيبات بهذا الجيم وبصراحه ما عندي فكره عن باقي اقوى الاسلحه ليش لانه جربت يعني بالصدفه يعني العب اي سلاح ما عندي اي مشكل لانه باخر فتره خبرتكم يا شباب انه اللعبه صارت تسوي اسلحه يعني متقاربه متزامنه يعني حتى في من ناحيه القوه اوكي المهم الى هنا ما بقى لي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نلتقي في الشرح والحلقه القادمه وخليكم مع تركيبه السلاح. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.